تحالف رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني من وسط اليمين قد يخسر معقله مدينة ميلان لفائدة وسط اليسار لأول مرة منذ 18 عاما، وذلك بعد أن تنتهي الانتخابات المحلية هذا اليوم. الانتخابات دعي لها أكثر من 6 ملايين ناخب، وقد جرت الجولة الأولى منتصف أيار مايو الماضي، وحقق اليسار انتصارا كبيرا في بولونيا وتورينو، فيما أصبحت عمدة ميلان المنتهية ولايتها ليتيسيا موراتي من وسط اليمين متعادلة مع مرشحي وسط اليسار جوليانو بيسابيا، بل إن الكفة تميل إلى صالحه. وتعد ميلان أكبر رهان بالنسبة إلى بيرلسكوني في هذه الانتخابات، إذ يحكمها اليمين منذ 20 عاما، وهي مقر امبراطورية بيرلسكوني.